السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتكم عالم نجمة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال النوغا بطريقة جد سهلة ومبسطة بدون أي تعقيدات، يعني أي مبتدئة ممكن تحضرها وتنجح معها 100%. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو 300 غرام من سكر سنيدة، ومن الأحسن يكونوا حبيبات رقاق. هنحتاجو 200 غرام من حليب غبرة، حليب بودرة، يعني استعملت أنا نيدو. هنحتاجو 150 غرام من الماء، 100 غرام من الزبدة حيوانية بدرجة حرارة المطبخ، ونحتاج واحد ملعقة صغيرة يعني عامرة من الفاني. أنا استعملت هاد لاباط فاني، كيكونوا فيها واحد الحبيبات صراحة كتجي لذيذة، لكن ممكن تستعملوا الفاني بودرة أو الفاني السائلة. وعندنا الفواكه الجافة حسب الرغبة، أنا استعملت البيستاج، لاكاجو، واللوز، والمشمش مقطع. ممكن تستعملوا أي حاجة عندكم متوفرة. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. غادي ناخدو واحد الكاسرونه، غادي نوضعوها على نار مهيله، يعني ما تكونش الحراره عاليه، مهيله. غنوضعو فيها الماء وغادي نصبو عليها سكر سنيده. بالنسبه للسكر فحال اللي قلت لكم من الاحسن يكونوا حبيبات رقاق باش كيدوبوا معنا دغيا. غنحرك مزيان جيدا، يعني غنحركو حتى يدوب لنا هذاك السكر. يغلى لنا السيرو كيف ما كتلاحظوا، ضروري خصنا نوصلوا لواحد الدرجه ديال الحراره. بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان ديال الحراره غادي نعبروا نخليوه يوصل لنا حتى 113 درجه الحراره، عاد ممكن نحيدوه من على النار. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الميزان غادي نوري لكم واحد الطريقه سهله. غادي تاخدو واحد زليفة توضعو فيها واحد القليل من الماء البارد، يعني ضروري يكون بارد. ناخدو واحد الملعقة ونهزو واحد يعني واحد شوية ديال السيرو، نديروه في هذيك الماء. إذا تكونت لنا واحد الكرة صافي راه السيرو واجد. إذا شتوه مازال يعني كيدوب في ذاك الماء، راه السيرو ضروري خصكم تسناو عليه حتى يختار ويعقد. اذا تكونت لكم الكره كنعاود وناكد عليها، غير تكون لكم واحد الكره كتشوفوا بان حطيتوا هذاك السيرو في الماء وعقد، بنت لكم واحد الكويره تكونت، صافي راه السيرو واجد. غادي تحيدوهم على النار باش تخدموا به. كنظن فهمتوا الطريقه. ملي غادي يوجد لنا السيرو ويوصلنا فحال اللي قلت 113 درجة الحرارة، غندوزو ناخدو واحد الإناء نوضعو فيها زبدة حيوانية، كنعاود نأكدها، زبدة حيوانية بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نصبو عليها هذاك السيرو اللي حضرناه. نتوما كيف ما كتلاحظو يعني السيرو كيكون خاتر وعاقد. غادي نبداو نحركو حتى ندوبو هذيك الزبدة تماما، ما تبقلناش يعني باينة، ضروري خصها تذوب لنا تماما. فهاد الطريقه ديال النوغا اللي غادي نشاركها معكم سهله واي مبتدئه ممكن تحضرها. غادي نضيف عليها ملعقه صغيره يعني عامره، هاد المعلقه هاد الكويير اللي استعملت انا فهي صغيره بزاف، فغادي ديروا نتوما معلقه صغيره لكن تكون عامره بهاد الفاني. ديروا بودر فاني اولا الفاني السائله، انا كنستعمل هاد لاباط فاني اللي كيكونوا فيها الحبيبات، صراحه المذاق ديالها رائع جدا، وراه هي كتتبع بالعبار. مثلا هذيك القريعه اللي كانت عندي انا خديتها ب 10 دراهم، ممكن تاخذوا 20 درهم 5 دراهم، كتتبع بالعبار، والمذاق ديالها صراحه رائع جدا. غادي نخلط المكونات جيدا حتى ينسجم لنا هذاك الفاني مع السيرو والزبده، وغادي نضيفو الحليب بودره ديالنا، غنخلطو جيدا. ضروري خصنا ندخلو هذا الحليب بودره في هذه المكونات.
فالسباتيو ما غاديش تساعدني، وفي نفس الوقت يعني انا ما خصنيش نتعطل باش ما ينشف لياش هذاك السيرو مع داك الحليب. فغنستعمل يدي ضروري، حاولوا تستعملوا يداكم وتخفوا يداكم في الخدمه، يعني ما تثقلوش يداكم، لان راه هاد الحليب مع هاد السيرو كينشفوا دغيا. غنزيد عليها المكسرات اللي عندي، ممكن تستعملوا اي حاجه عندكم متوفره، ماشي ضروري انكم تلتزموا بهذا الشيء اللي درت انا. بحال اللي قلت لكم غادي نخلط دغيا، وناخد واحد الصينيه نوضع عليها ورق الزبده، وواحد الاطار اللي غادي نوضع فيه هاد النوكه. بالنسبه للاطار ما غاديش نقول لكم انا القياس، ممكن ديروه في على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، انا غنحاول نديرها شويه عاليه، وفي نفس الوقت يعني انا كنايطاليها كنسرحها، وكنشوف العبر اللي بغيت انا كنضيق عليها هذاك الاطار، لان هذا راه كيتزاد وكيتنقص على حسب العبر اللي بغيتو نتوما. كيف ما كتلاحظوا يعني راه هي سهله انكم تسرحوها في هذا الاطار. غناخد واحد سباتيو وغنحاول نايطالي الوجه ديالها باش تجيني مقدوده، ما تجيش فيها شي تدرجات، كتجي مقدوده باش ملي تجيو تقطعوها تجيكم متساويه ومقاد. غادي ناخذ هاد فلوريس سيكاس او الورد المجفف صالح للاكل، راه غادي تلقاوه كيتباع عند مولين البائع لوازم الحلويات. ممكن ديروه وممكن ما ديروش، يعني ممكن تستغناو عليه، ماشي اوبليجي انكم ديروه. فانا صراحه كيعجبني نديرو على هاد النوكه، كيعطيها جماليه اكثر. غنحاول نسرح بيدي باش كيدخل في النوكه، يعني كيلصق فيها ما كيبقاش يطير لكم. وغادي ندخل هاد النوكه ديالي للثلاجه واحد المده، الاقل مده واحد جوج سوايع واكثرها، يعني ممكن تخليوها حتى الليله كامله. فانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني الاطار كتحيد بسهوله، انا خليتها جوج سوايع فقط، يعني ما بيتاش ليله كامله صراحه. غادي نحاول نتراسي باش يجيوني شرائط متقاده، ودائما الموس اللي غادي تقطعوا به يكون ماضي باش كيقطع لكم هذيك الفروته او الفواكه الجافه، كتقطع لكم بسهوله، حيت اذا ما كانش الموس الماضي راه غادي يهرس لكم هاد النوكه ديالكم. لهذا كنصحكم انكم تستعملوا الموس الماضي. انتم كيف ما كتلاحظوا كيجيو رائعين، ونوكه سهله ما تحتاجوش فيها لا عسل لا قوه تعقيدات لا حتى شي حاجه. ومن بعد باش نقطعها طريفات صغار، يعني خديت واحد الكيتور او خدوا اي موس، انا كنقول لكم غير يكون ماضي، وكتقطعوا به النوكه ديالكم بالصحه والراحه. وكان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهذه النوكه، انكم كتوضعوها في بواطه محكمه الاغلاق وكديروها في الثلاجه. شكرا لكم على المتابعة والتتبع، ما تنسونيش من اللايك، ما تنسونيش من التعليق. إلى فيديو قادم إن شاء الله، خليت لكم الراحة أحبائي.